قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حديثي معكم اليوم في حكم الحلف بغير الله. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. هذا يدلنا على أن الحلف يكون بالله وحده، ولا يجوز أن يحلف بغيره، لا بالأمانة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا شرف فلان ولا أشبه ذلك، لأن اليمين تعظيم للمحلوف به. وليس هناك من يعلم حقائق الأمور وصدق الحالف وكذب الحالف إلا الله وحده، فإنه العلام لأحوال عباده والعالم بما في ضمائرهم والعالم بالصادقين والكاذبين مطلقة في جميع الأحوال. أما الناس فقد يخفى عليهم شيء من ذلك، وقد لا يعلمون صدقه وكذبه، ولأن الرب سبحانه هو المستحق للتعظيم على الكمال، فكان هو أولى بأن يحلف به سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأي أحد أن يحلف غير الله عز وجل، فهو إن صدق استحق من الله الثواب، وإن كذب استحق العقاب، والله هو القادر على كل شيء جل وعلا، وهو المستحق لأن يعظم ويجل سبحانه وتعالى لكمال قدرته وكمال علمه وكمال إحسانه وكمال أسمائه وصفاته. فلذلك جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريم الحلف بغير الله والزجر عنه والتحذير منه. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا يدل على أن الحلف بغير الله من المحرمات الشركية، وهذا زجر عظيم ووعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فعليك يا عبد الله أن تنتبه لهذا الأمر، وأن تحذر تقليد من وقع في هذه المشكلة وفي هذا المنكر.